وانت رئيس لهذه المؤسسة اللي داعمة لغير القدري، هو في مواصفات خاصة يعني يعني لما أسستوا مرسال دي كان دماغكم رايح لفين؟ كان دماغنا مختلف شوية. إن غير القادر يعني يمكن المفهوم العمل الخيري الأقدم في مصر كان متعود إن الغير القادر ده هيبقى راجل لابس مش عارف لبس بسيط قوي مش قادر على قوت يومه، لكن حاليا بالظروف اللي بتمر بيها العالم كله وبتمر بيها مصر ممكن يبقى غير القادر ده يبقى شخص عادي من الطبقة المتوسطة زيي وزي أهلي وزي أي حد، بس تكلفة علاجه أعلى بكتير وخصوصا مع أسعار العلاج. فهو زي ما بيقولوا كده يعني ممكن يبقى راجل مستور من الطبقة المتوسطة وبيربي ولاده وولاده في التعليم وكل حاجة، بس هو مش قادر على تكلفة العلاج. فهو ده التفسير اللي احنا بنحب نقوله في مرسال غير القادر، اللي هو غير قادر على تكلفة علاجه. لا معناه ان هو لبسه ورسمه ولا ان هو راجل مش قادر على قوت يومه، ولكن طالما مش قادر على تكلفه العلاج يبقى خلاص هو بالنسبه لنا يستحق ده. والحاجه الثانيه ان علاجه مش متاح في النفقه او التامين زي ما قلت، لان الدوله مشكوره في خدمات كتيره دخلت مؤخرا في التامين الصحي بالذات. فاضل فئه بقى هي اللي خاضعه، لا خاضعه هنا ولا خاضعه هنا، وهي دي اللي احنا بنحب نشتغل عليها. وحضرتك كده بتتكلمي يعني بشوف هو المقابل اللي انت بتاخدوه ايه؟ المقابل ان ده شغلنا، انت غير قادرين فبالتالي معهوش فلوس، معهوش فلوس بس يعني ده شغلنا. الفلسفه النفسيه بتاعت العمل دي يعني ان هو ده الشغل اللي احنا اخترناه، الرساله اللي احنا نقدمها. كل واحد بيقدم دوره في المكان، وزي ما حضرتك بتقوم بدورك والزملاء اللي هنا موجودين بدورهم، ده الدور اللي احنا اخترناه في مصر ان احنا نبقى في قلب المجتمع المدني زي ما احنا اسمنا كده مرسال، زي ما اخترنا الاسم. احنا المرسال ما بين الراجل اللي معاه فلوس وبيدور على مكان ثقه يساعد بيه وما بين المستحق اللي محتاج الفلوس دي. احنا مجرد الواسطه اللي بتعمل الوسيط اللي ما بين الاثنين عشان يلاقوا بعض. وبتلاقوا نفسكم كمتطوعين مع حضرتك كم متطوع في المرسال مثلا؟ احنا عندنا موظفين وعندنا متطوعين، لان احنا طبعا شغلنا في القطاع الصحي فما ينفعش فيه يبقى حد وقته متاح شويه ووقت مش متاح، لازم نبقى موجودين طول الوقت. فاحنا عندنا 530 موظف وعندنا زيهم تقريبا متطوعين. 530 موظف، دول على قلب واحد في مساله الرساله. بالظبط كده. بيبقى ليه مواصفات خاصة اللي بيجي يلتحق بالمؤسسة؟ أو لأنه أنت بتتكلمي تاني على فكرة التطوع، يعني أكيد جزء كبير من وقته في الحتة دي. هو طبعا في المواصفات المهنية زي ما بيقولوا من ناحية الجدية ولا الالتزام، بس لازم يبقى فيها جزء شق كمان إنساني يعني. حتى لما كان بيتعين معنا زملاء لفترة أو حد يجي يتطوع وهو ما عندوش الجزء الإنساني ده وإنه حابب يساعد مريض ويستحمل كمان الضغوط، لأن الشغل مع المرضى فيه ضغط عصبي مش قليل. أنت معاك حد ممكن يبقى ابنه بيموت، مراته بتموت، فمضغوط وعنده شحنة عاطفية كبيرة. فلو هو مش هيقدر يستحمل ده ويتفاعل معاه ويقدر يكون عنده التعاطف اللازم، هو مش هيقدر يكمل في الوظيفه. وممكن حتى يبقى عنده كل ده بس هو يعني اعصابه ما بتستحملش. مش كل الناس تقدر ان هي تسمع شكوى مرضى او المهم. في ناس ممكن تلتحق بيكوا وبعدين تسيب الشغل. طبعا وفي ناس ما بتقدرش تستحمل يعني ممكن يطلب مثلا ان هو مجاله يتغير او القسم بتاعه يتغير لانه مش قادر عاطفيا على التواصل مباشر. هو هنا بيبقى التطوع يعني بدون مقابل؟ في الاثنين، في موظفين بمقابل طبعا باجله، وفي لانه دول بيشتغلوا ساعات طويله من 8 ل 10 ساعات يوميا، وفي متطوعين بدون اجر. بس برضه بيبقى شاق يعني من 7 اكيد طبعا 10 ساعات يوميا. هل بيبقى المقابل المادي مجزي ولا هو بيبقى يعني بيبقى نوع من انواع التحفيز بس؟ لا، بيكون مرتب بمتوسط اسعار السوق في مصر يعني. لا هو زي اعلى فئه في الشركات ولا هو حاجه قليله قوي، لان هو في الاخر موظف ده فاتح بيته هو كمان، فمش معقوله اخليه يساعد حد وهو بيته يقع.